طيب إلى هبة الآن، نحن يعني فيما أنت تتحدثين ناهد، وخاصة أنك أفتينا بالقصف على صور على مبنى سكني، نحن نتابع هذه الصور الأولية التي وصلتنا من هناك لهذا القصف، فيما يبدو فعليا أنه في يعني تدمير لهذا المبنى، وكما قلت يعني هناك مخاوف من أن يكون هناك مدنيون داخل هذا المبنى. على كل فيما ننتظر معلومات إضافية حول هذا الموضوع.